معنا عبر سكايب من برلين فايق دلو، المحلل السياسي والمستشار الاجتماعي الكردي. أستاذ فايق، أهلا بحضرتك. أهلا، تحية لكم ولقناتكم ولمشاهديكم. نعم، إذن ربما رصدنا في التقرير السابق عدد كبير جدا من الأرقام التي توثق كل الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها أردوغان في الداخل التركي، لكن ما يهمنا أكثر هنا هو مسألة العدوان التركي على سوريا. الهدف من ورائها هو إبادة الأكراد والأزمة التاريخية بينه وبين الأكراد. ماذا في تفاصيل هذا الهدف؟ بداية، عندما نتكلم عن ملف التركي وخاصة بخصوص شخصية أردوغان وحكومة الحالية، حقيقة هي مسألة عميقة، ولكن نستطيع أن نقول هذا الرجل أو سياسته بات لو قارنا من الأشخاص والسياسات الموجودة في القرن 21، لو جمعنا كل الدكتاتوريات والاستبداديات عبر التاريخ، ما نعرفه ما نعلمه وما لا نعلمه، فكله يتجمع في شخصية هذا الرجل. حقا أستطيع أن أقول في جميع النواحي، سواء الآن ولكن بات الآن أكثر وضوحا في حملة العسكرية أو الذي يشنه في شمال السوري عبر بوابة الأكراد أو عبر بوابة الإدارة الذاتية شمال سوريا. الآن بات الأمور كلها واضحا، ولكن أستطيع أن أقول أن هذا الرجل بات أخطر رجل، رجل خطير في العالم، وبات خطره ليس للأكراد أو الشمال السوري فقط، بل كما صرح به رئيس وزراء ألمانيا ميركل، وأدت بتصريحها أنها أخطر، بدأ خطوره للعالم أجمع. وهذا ولكن كان للأكراد نصيبا قويا في بيان كل استبداديته ودكتوريته. الآن لا يستطيع الإنسان أن يتكلم في تركيا أن هناك مؤسسات حقوقية أو هناك، لقد قضى أردوغان وحزبه من عبر بوابة الإخوان المسلمين الذين يساندونهم، وإلى ما هنالك هناك بوابتين بات أخطر البوابات إلى الشرق الأوسط ومن ثم إلى العالم أجمع. بوابة قطر وهي في الخفاء وهي تصدر له كل الأموال ولما هنالك، وهناك بوابة عبر بوابة أردوغان. فلو نظرنا كل القضايا، يعني بات كل القوانين التي أصدرها في هذه السنوات الأخيرة، خاصة عندما فاز بالرئاسة وغير البرلمان وغير القوانين، حتى القوانين الآن يصدرها في الجامعات والمؤسسات كلها قوانين تخدم كلها قوانين إرهابية وإرهابية بذهنية إخوانية. نعم. بات طيب. واضحا. نعم. أستاذ فايق، في الداخل التركي هناك أرقام عرضناها منذ قليل متعلقة بالحريات ومتعلقة بالسجون ومتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان داخل تركيا. ذكرنا بأنه أكثر من 700,000 يقبعون داخل السجون. هناك سجون تركية مصنفة كأسوأ السجون على مستوى العالم، وهناك يعني انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان داخل هذه السجون، والتهم معروفة، التهم طبعا الإرهاب، إهانة الرئيس، وتهم أخرى. طيب، ماذا عن الأكراد في تركيا؟ ماذا عن تعامل أردوغان معهم؟ وماذا عن باقي أيضا الشعب التركي وتعامله مع كل هذه الممارسات في رأيك؟ نعم، الآن هذه الأرقام، قد يكون هذه الأرقام هي قليلا في بالنسبة للأغوال والسجون تركيا. الآن القمة الحريات وخاصة خصوص الشعب الكردي، الشعب الكردي عندما كان هو انقلاب، يعني هي عام 1980 إلى الآن، بنيت السجون وأسست المؤسسات الإرهابية في السجون كلها على حساب الشعب الكردي بالأخص. الشعب الكردي هو كل الآن
الآن لو نظرنا إلى السجون في المئة، في المئة 80 كلهم من الشعب الكردي، من السياسيين ومن الصحفيين ومن المثقفين ومن كل يعني. فلذلك الدولة التركية، هذا سياسة أردوغان، هذه الأرقام قليل بحقه. الآن أنا بنظري هناك لا فرقة الآن في ظل حكم أردوغان وسياسته ومرتزقته وفكر الإخوان المسلمين، لا فرق بين السجون داخل السجون وخارج السجون. أصبح الحياة في تركيا كلها حياة جحيم، وبالأخص وللأكراد نصيب أكبر، وثم أيضا شعوب المتواجدة هناك، أيضا شعب التركي أيضا. هناك لا أحدا في ظل هذه السياسة الدكتاتورية الاستبدادية التي أحلامه تمتد من جذور التاريخ، لم يبقى أحد ينعم تحت ظل هذا الحكم الدكتاتوري الإخواني الإرهابي إلا عائلته الضيقة، شركته الضيقة. أنا لقد سمعت إلى تقريركم، هل إنه بنى قصرا بمسافة 7000 كيلو متر مربع ويسميه قصرا صغير، وما أدراك كيف يكون حجم القصر الكبير. ولذلك وعندما في عام 1906 يعني بي 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 في 2016 مثلا عندما لقى، فلذلك هذا الرجل خطير جدا لأنه يلاقي هو خبير في الحجج والأكاذيب. نعم. لو على سبيل المثال لو عملنا مسابقة للعالم، ما من هو أكذب رجل ومن هو الأكثر دكتاتوريا إرهابيا في العالم؟ نعم. لا فاز الرئيس. هكذا وصفه زعيم المعارضة التركية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فايق ديلو، المحلل السياسي والمستشار الاجتماعي الكردي، على وجودك معنا عبر سكايب من برلين.